يقولوا لي لمؤسسة توكل كرمان الوقوف المتميز دائما إلى جانب محافظة تعز، ليس لمحافظة تعز وحدها ولكن لعموم الوطن اليمني. نداءات مستمرة من سكان هذه المدينة أطلقت لتوفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمصابين وكذلك الإسعاف وإنقاذ مرضى كورونا، لكن للأسف الشديد لم يستجب أحد لهذه النداءات، واستجابت الأستاذة توكل كرمان وجادت بهذه السيارات. في هذا اليوم دشين تسليم 4 سيارات إسعاف من مؤسسة توكل كرمان الخيرية إلى مكتب الصحة محافظة مأرب. نشكر الأخوة في مؤسسة توكل كرمان على هذه المبادرة الطيبة. سيارة الإسعاف المجهزة بالعناية المركزة سوف تمثل رافد كبير جدا للمحافظة، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة.